هذه نقطة التفتيش اللي عند الجانب الفرنسي. لما تستلم وتسلم السيارة بعد 200 متر خذ يسار بعد الوصول إلى الهدف على يمين. عندكم محطة، شوف هذه نقطة التفتيش، حدود السويسرية الفرنسية. شكرا لك. يسار خذ يسار، هي يسار المطار، ولكن أنا بوريكم محطة وبعبي السيارة، لازم ترجعها فل ولا يغرمونك 1300 ريال. خذ يسار. أوكي باخذ يسار الآن، بس لحظة. إعادة الحساب، إعادة الحساب. طيب شكرا لك. هذه المحطة واصل 110 متر بعد تغوط دوار، تعبي وخلاص تروح تسلم السيارة. مكتوب يو اور اوت اوف سيرفيس، خارج الخدمة. نكمل معكم. بسم الله. احنا عبينا خلاص بنزين، نروح الحين الجانب الفرنسي. في طريقتين، اما عن طريق الجارمن تسوي بحث، او بحداثيات اللورد حتى توصل له. بعد ما تعبي بنزين المحطة ارجع سلم السيارة. واصل 110 متر بعد خذ مخرج الخامس. خذ مخرج. السلام. بس تدري، خلنا نجربها نشوف تجيبنا صح ولا الشغلة يبغى لها شطارة. عبينا بنزين المحطة وطالعين على الجانب الفرنسي، سلم السيارة. خذ يمين. كويس، طلعت القرن وطلع لك الطريق. هذا هو. تواصل طريقك وتسلم السيارة. الوصول إلى الهدف على يمين. على اليمين؟ لا ما يصلح على اليمين. لما نوصل